السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في كانتي اللي غادي يكون يوم الاثنين على شانتيي في الخيول ديال 3 سنوات. المسافة غتكون 2055 ألف أورو، ريفيرونس غادي تكون زائد 20، وغتكون في البون سوبل حاليا تيقولوا هما بون سوبل بينيترومير 3 فيرغيل 3 شونتيي بروميير بروف، خيول ديال 3 سنوات، خيول اللي غتشارك لينا اكثريه الخيول، غدير لينا الكانتي لاول مره. اول عود هو يكون شيلويل او لا شارتويل رقم 1، غيكون ديال لونا توما كارلوس يان لارنر، هو الجوكي ديالو، هو لونترينور. والجوج غيكون ميكائيل بارزالونا لاكورد كينز اندري فابر هاوك باور. كاين رقم 3 هو الفافوري ربما من لي فافوري الاوائل، هذا رقم 3 دراغون ستيفان باسكي فرانسوا هنري غرافار. ولي اللوميتر الاخوان غيدخل لينا على الكات، هو الخمسة يوري مين ديزابال لاكورد 1 الكات و 5 غيكونوا تا هما من بين خيول المرشحه. ويدخل لنا الرقم 6 كو اوتسايدر هيغو جورنياك نيكولا كولوري. رقم 7 شوفال دو ريكلامي. رقم 8 غيكون من بين الخيول الفافوريه كذلك. رقم 9 غيكون كذلك من الخيول الفافوريه. والعشرة الاخوان غاناس. رقم 10 نون سيتي، كاينين جوج ديال الخيول في نون سيتي من بين يوم هاد العشرة هذا. فاسيون غري رقم 11 تا هو من بين الخيول ديال نين اليكس بانتا اللي خسر لينا اخر كانتي ديالو السيزيام بلاس. رقم 12 اغوغيا. رقم 13 ستار زوبفال الكنز. واخر عود هو السيز. بالنسبه للاخوان البرونوستيك الاخوان رقم 2 هو الاول 12 13 3 4 9 11 5 8 في الاوتسايدر، الواحد في الاوتسايدر، وكذلك الرقم 15 و6 و7 و14 و16 و10. بالنسبه للدرنير مينيت رقم 9، بالنسبه كذلك لفافوري ديال لاكوز غيكون 12 و2 و3 و13 9 4 15 11. بالنسبه للاخوان المعطيات اللي جمعتها لكم الاخوان وحطيناها الاخوان، بالنسبه للفافوري ديال لاكوز غيكون رقم 3 فافوريد، رقم 3 وغادي يباطي رقم 2. وكاين في الباساج اوبليجي غيكون رقم 3 اولا الخمسة، 3 اولا الخمسة الاخوان، هادو هما لي باساج اوبليجي. غالبا غيكون في الباساج اوبليجي يقدر يطلع فيهم غير واحد. بالنسبة لدو سيركات 3 12 5 2 3 12 5 2، والنون سيتي ديالنا غتكون ان 10 الان او الديس. وبالنسبة لا سيليكسيون ديالي الاخوان 8 شوفوا اللي انا غادي 3 2 4 1 5 10 12 11. هذه هي الاخوان هي اللي عندي، وهذا هو البرونوستيك انا اللي تايق فيه غدا ان شاء الله. تحياتي لكم، خلينا لكم الراحة، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.